السلام عليكم، مرحبا بكم خاوتي. ما تنساوش تشتركوا معنا في القناة، فعلوا الجرس وديروا نجم الله فيديو، ربي يحفظكم ان شاء الله. شرعت شركة رونو رسميا في عرض سياراتها الاقتصادية كويت في قاعات العرض في، واعلنت عن اسعارها ومواصفاتها التي جعلت عليها اقبال كبير جدا. أعلنت شركة رونو رسميا عن بداية تسويق سيارة الاقتصادية رونو كويت، وذلك بعد ان اتجاهها في اختبار الاعتماد من مصالح الرقابية التقنية في تونس. توفر هذه السيارة في محرك بنزين ثلاثي الأسطوانات بسعر 1 لتر يولد قوة 70 حصان، وهي توفر على مختلف تجهيزات الراحة والأمان، على غرار شاشة لمسية بمقاس 7 إنش، نوافذ كهربائية وقيادة معززة، نظام ثبت إلكتروني، فرامل مانع الإنغلاق، مرايا جانبية إلكترونية، مساند رأس للركاب الخمسة، وغيرها من التجهيزات الأخرى التي تجعل منها سيارة مريحة. بالنسبة لأسعار رونو كويت فهي معروضة في قاعات العرض بسعر 23750 دينار تونسي، بما يعادل 115 مليون، ولجأت رونو إلى تخفيض السعر الذي أعلن عنه سابقا وكان 26000 دينار تونسي، بما يعادل 125 مليون، لتسوق هذه السيارة للتونسيين بسعر 115 مليون، وهي سيارة كاملة التجهيزات، محرك اقتصادي، ما يجعلها الأول أفضل في فئتها. شهدت هذه السيارة قبلا كبيرا من طرف التونسيين لما اتسم به من سعر منخفض وتجهيزات غنية، وتعول شركة رونو على زيادة مبيعاتها في إفريقيا من خلال هذه السيارة لما تتسم به من سعر منخفض وتجهيزات غنية. ما تنساوش خاوتي اشتركوا معنا في القناة، فعلوا الجرس، ديروا النجم لا فيديو، ربي يحفظكم ان شاء الله.